موزايكا فام الإذاعة الأولى في تونس. شادي بن سليمان رئيس مصلحة طريق عمومي وفرق المختصة بإقليم الأمن الوطني بن عروس، مرحبا بكم اليوم في الحملة الأمنية الخاصة بإقليم الأمن الوطني بن عروس. تندرج الحملة هذه ضمن تعليمات خاصة من الإدارة العامة للأمن العمومي في مزيد مجال مكافحة الجريمة بجميع أنواعها والحد من مظاهر المخلة بالأمن العام ولمزيد بث الطمأنينة والأمن في أنفس المواطنين. نقوم بالحملة هذه اليوم الخميس. انطلقت الحملة منذ الساعة 3 بعد الزوال، تتواصل إلى حدود الساعة 9 مساء. تتركز الحملة أساسا على 3 محاور. المحور الأولاني هو نقاط غلق، نقوم بها على 3 نقاط: مفترق الغلة في المروجات، ومفترق بوغرنين في حمام لنف، ثم الكيلومتر 0 على مستوى طريق السيارة بن عروس، وذلك التصدي لكل مظاهر المخلة بالأمن العام. نقوم برقابات ترتيبية خاصة على الوافدين على العاصمة من المدخل الجنوبي للعاصمة. نركز أساسا على سيارات محجوبة الرؤية، سيارات المحملة بالبضاعات، وذلك في إطار الحد من ظاهرة التهريب، وكذلك نقوم برقابات ترتيبية على الأشخاص والوسائل. ثم المحور الثاني هو محور تركيز الساحات العمومية، نقوم بتركيز أمني على مختلف الساحات الموجودة على في مرجع النفوذ متاعنا، وذلك لمزيد بث الطمأنينة كما قلنا في أنفس المواطنين، خاصة على مستوى الساحات اللي تكون فيها نهاية الخط، نهاية خطوط النقل العمومي من حافلات أو من المترو الخفيف أو القطارات اللي تسجل حضور كبير للمواطنين. ثم ثالثا المحور الثالث وهو الأهم حاليا هو محور الوسائل العمومية والنقل العمومي. عندنا تركيز خاص يكون على مستوى القطارات، خاصة قطار الضاحية الجنوبية، ومستوى المترو الخفيف على مستوى المترو عدد 6 والمترو رقم 1، وخلاله نقوم بامتطاء القطارات وامتطاء المتروات، وذلك لما في إطار الحد من ظاهرة البركاجات أو السلب أو النطر باستعمال العنف أو باستعمال الآلات الحديدية أو الأسلحة الخفيفة.